لبنان يرزح تحت الاحتلال، هكذا يقول كثيرون ممن يرون أن هذا الاحتلال لا تفرضه دولة أجنبية بل ما باتت تعرف باسم دويلة حزب الله. فقد نجح الحزب على مر السنين حسب كثير من القوى السياسية اللبنانية في مصادرة القرار الوطني بشكل كامل. وقف المساعدات السعودية للجيش اللبناني جاء ليكشف المزيد من المستور ويعكس الصورة القاتمة لسيطرة الحزب على مفاصل الدولة. فالكرسي الرئاسي في لبنان ليس شاغرا صدفة، بل هو رهينة لقرار الحزب تعطيل نصاب الجلسات النيابية منذ أكثر من عام ونصف العام. وقد فضح ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لمرشح حزب الله العماد ميشيل عون نوايا الحزب بالإبقاء على الفراغ الرئاسي كما ترى كثير من القوى اللبنانية. فبالنسبة إلى هذه القوى، يقاتل عناصر حزب الله علنا في سوريا في حرب لا تمت للبنان بأي صلة. ليس هذا فحسب، بل وصل الأمر بحزب الله كما يقولون إلى درجة الإسهام في إخلاء سبيل الوزير السابق ميشيل سماحة المتهم بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان، جريمة موثقة في فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم اعتراض العديد من الوزراء اللبنانيين على قرار الإخلاء هذا وإدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء، رفض حزب الله مناقشة القرار، الأمر الذي اضطر وزير العدل أشرف ريفي إلى اللجوء للقضاء الدولي بسبب سيطرة حزب الله على قرارات المؤسسة العسكرية. أما وزارة الخارجية فسقطت في قبضة حزب الله بدورها بعد تعيين جبران باسيل صهر الجنرال ميشيل عون في هذا المنصب. وقد استهجنت كثير من القوى اللبنانية خروج باسيل عن الإجماع العربي ورفضه التصويت في الجامعة العربية على إدانة الاعتداء الإيراني على السفارة السعودية، ذلك الاعتداء الذي أدانته طهران نفسها. نفوذ حزب الله يمتد ليصل إلى أهم مرفق حيوي في لبنان، مطار رفيق الحرير الدولي الذي يهيمن عليه لتمرير صفقات اقتصادية بشكل غير قانوني متسببا بهواجس أمنية عند اللبنانيين أنفسهم. أما الضاحية الجنوبية لبيروت فهي منذ سنوات طويلة دولة داخل الدولة، لا يسمح حزب الله حسب كثير من اللبنانيين لقوات الأمن والدرك والجيش بالاقتراب منها من دون موافقة مسبقة، وغالبا ما يتم توقيف المواطنين فيما يسميه اللبنانيون المربع الأمني واقتيادهم للتحقيق لدى حزب الله.